واحد بيقول ماذا يقال للوالدين المتعجلين لتزويج ابنهم، وماذا يفعل هذا الابن علما بانه يعلم جيدا ان من يجد زوجة يجد خيرا وهي مغرضة من الرب، امثال 18. المهم مش في الاستعجال، المهم بان يجدوا الزوجة المناسبة اللي يستريح معاها ويعيش حياة سعيدة كويسة. كم ان انا افهم ان الناس جايز يتحمسوا لتزويج الابنة، لكن الابن يعني بيستعجلوا ليه؟ استنى يا ابن لغاية لما تشوفوا الصالح هو ايه.